طبعاً اليوم ولله الحمد تم الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط مهنة الترويج والدعاية والإعلان في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. الحين أنا في السيف سايد، الحمد لله رب العالمين تم حصولي على هذا الترخيص. مثل ما أنتم شايفين أقدر أسوي إعلاناتي وأنا مطمنة أن أنا حصلت على هذا الترخيص، فالحمد لله. لكن السؤال هنا، إحنا قالونا للأمانة أنه الترخيص مجانا، ما تدفعوا فيه ولا 100 بيسه. وعلى فكره ترى كان انا مالي السجل التجاري منتهي ورحت وجددت اليوم. طبعا هذاك عادي ما مشكله، انا عارفه انا في رسوم التجديد اللي هو السجل التجاري، لكن سؤالي الحين لاني دفعت 12 ونص على الترخيص، هم قالوا لنا ما في مبلغ، اي مبلغ تدفعوه يعني للترخيص. فما اعرف ليش يعني هذا المبلغ اللي اندفع. انا لما خبرتهم قالوا لا يعني لازم تدفعي 12 ريال ونص على حصولك للترخيص. أنا بصراحة لما كنا آخر مرة في الاجتماع مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قالونا ما في أي مبلغ. هذا الرابط على طول تاريخ 24، إنزين يعني بيطلب منكم أنكم تدخلوا على هذا الرابط وتعبوا بياناتكم على طول، يخلصوا لكم كل شيء عن طريق الأونلاين. إنزين فاستغربت ان 12 ريال ونص ليش يعني دفعناها اليوم، وما قالونا ما في مبلغ لحصولكم على الترخيص. فكلهم كانوا فرحانين يعني موجودين هنا كلها انه خلاص بدون مبلغ، وحتى انا عارفه انه مبلغ بسيط 12 ريال ونص، لكن ليش يعني هم قالونا ما في مبلغ واحنا اليوم دفعنا. انا اليوم عن نفسي دفعت مبلغ وقيمته 12 ريال ونص لحصولي على الترخيص. فهنا السؤال، هل الجميع حقيقي دفع؟ لأنه ما أعرف صح. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.